طيب هذا اليوم هو تاريخي بالنسبة للصحافة الوطنية على اعتبار أننا منذ 2005 لم تكن هناك زيادات في الأجور للصحفيين ولا مراجعة للاتفاقية الجماعية. اليوم نحن في ندوة صحفية لنقول على أن القطاع شهد اتفاقا تاريخيا بزيادة غير مسبوقة في أجور الصحفيين، وهي مقدمة لمناقشة أوضاع الصحفيين في إطار مؤسسة الاتفاقية الجماعية كما ينص على ذلك قانون الشهر، وستكون إطارا يشعر فيه الصحفي منذ دخوله إلى المقاولة حتى خروجه منها أنه يحظى أولا بالرعاية، يحظى بالاحترام، وأن يكون مسؤولا في نفس الوقت، لأن كل اتفاقية جماعية تتضمن حقوق وواجبات، والهدف من ذلك هو أن نصل إلى مقاولات إعلامية قادرة على أن تعيش بنفس المنطق الذي تعيش به المقاولات الناجحة، والعنصر البشري هو مركزها، وبالتالي نطمح من خلال كل ذلك إلى أن نحقق بيئة مهنية في المغرب نظيفة ومعروفة العنوان، عوض هذا الوضع الذي نعيشه والذي يشعر فيه الصحفي بأنه أولا غير ممثل للقيمة المعيارية للصحافة، وأنتم تعلمون على أن هذه الصحافة هي السلطة الرابعة وهي صاحبة الجلالة، وبالتالي هذه القيمة يجب أن تتناسب مع وضعه المادي، لأن الصحفي في المغرب هو إطار، وأن يعيش في دربه وفي مدينته وفي وطنه بكل عز واحترام. في نفس الوقت نحن مدعوون لأن نحقق ثورة داخل مقاولتنا الصحفية من أجل أن نعيد للإعلام كلمته في المغرب، عوض أن نبقى مستسلمين لمواقع التواصل الاجتماعي وللإشاعة، وأن يتحول المواطن إلى البحث عن الخبر عند الصحفي، وأن يعود للمواطن احترام للصحفي في إطار مبدأ الاستقلالية المهنية، ولكن في إطار المهنية بقواعدها، وهذا هو مطمح كل الصحفيين أعتقد المقاولات الإعلامية، ونتمنى أن نصل إلى ذلك عبر هذه المحطة. هذا الاتفاق تم داخل وزارة الاتصال ويرتبط بالدعم العمومي، وكل مقاولة ملزمة بأن تحترم هذا الاتفاق إذا كانت وضعت ملفا للحصول على الدعم، وبالتالي لا مجال للحديث عن الاستثناء سواء من حيث الحق أو الواجب، بمعنى أن المقاولة الإعلامية غير مقصية، مستوفية الشروط غير مقصية، ولكن في نصوص هي مرتبطة بواجب أن تحترم الاتفاق الذي بني عليه هذا الاتفاق الاجتماعي. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.